أهلا بكم في مدينة الباب التي تعود للحياة مرة ثانية بسواعد أهلها الطيبون. بدأنا منذ شهر تقريبا بالتعاون مع الحكومة التركية إزالة الأبنية المدمرة جزئيا والمدمرة بشكل كامل أو الآيلة السقوط. هذه العملية بدأت بتسوية المباني بالتعاون مع فريق هندسي كامل الحكومة التركية وبالتنسيق الكامل مع المجلس المحلي. يا خالد،